عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. وبيك عايشك. ترى باش نحكيو في موضوع فرق العمر بين المرأة والراجل كيفاش ينجم يأثر على العلاقة. والله انت والمرأة والراجل كي يبدا فما حب وفما معاونة ما يأثرش. انت والعلاقة، انت والمرأة والراجل، فهمت؟ مش فايدة في العمر، فايدة في الحب وفايدة في العشرة في الحياة ما بيناتهم، مش مشكل برشا العمر. يبدأ فارق السن كبير ياسر مثلا. أكيد تولي صحيح، بتولي مدة تولي تصير المشاكل، أما نور مرمو معناتها كي يبدأ مش برشا ما فماش مشكل. علاش اليوم يقبلوا العلاقة كي تكون الراجل أكبر من المرأة، أما ما يقبلوش المرأة تكون أكبر من الراجل؟ لا، نور مرمو كيف كيما المرأة كيما الراجل. نور مرمو أنا قلت لك أنا في الحكاية ذي هنا فما دور في الحب وفما في العشرة، معناتها كيفاش باش نتسجموا مع بعضهم وكيفاش باش يعيشوا مع بعضهم، ماشي مشكل العلاقة. العمر في العلاقة ما بيناتهم ما بين بعضهم، شنو هي البلان تاع الحياة اللي قاعدين باش يعملوه ولا باش يعيشوه، مش مشكلة برشا العمر. هذا كلام يقال يعني حبينا ولا كرهنا، اليوم كي نلقاو يعني امرأة كبيرة مع طفل صغير نقعدوا ننبهتوا شوية يعني الحقيقة هذه. أما نقولوا العمر مجرد رقم ونقولوا ليه العمر مش مهم، لكن احنا نغزروا. سامحني انت والعمر زادة، سامحني فما حساب زادة، انت والعمر نتاع المرأة ولا نتاع الراجل، وفما العشرة قلت لك، فهمت؟ كي بدا برشا معناتها بعيد برشا على بعض اوكي بطول مدة تنجم تصير برشا. قداش؟ برشا عشرة مثلا، فهمت؟ عشرة. بينما تتقبلك يبدا الراجل أكبر هكاك. هذه يعني قلت لك عاد انت والعلاقه انت والزوج. باعتبار انه يقولوا انه المراه ديما انضج يعني من الراجل، حتى كي تعرف راجل اكبر منها تنجم تتاقلم هي وياه. تنجم تتاقلم وياه، يعني قلت لك انا الباز فيهم هما، من الباز مش في العمر، الباز فيه حبته ولا هو حبها ويبدو عندهم بلون. قلت لك الحياه ماشي مشكل برشا العمر. عشت تجربه كيما هكا؟ عشت تجربه وي بيان. كيفاش كانت؟ والله حلوه، المرأة أكبر مني وعشت معها بيان، ما عندي حتى بروبليم، حبينا بعضنا وعشنا بريود سافا، ما فماش مشكل في العمر، مشكل في الحب في المعاملة. أنا نعرف كيفاش نعاملك أنت. بيان سور، ساعات أنت تنجم تحب امرأة أكبر منك لكن ينجم يكون رفض من العائلة نتاعك، يقول لك ليه ما تتزوجش امرأة أكبر منك. مع كل احتراماتي هذه حاجة ما تعلق أنا وشخص، حتى واحد ما يدخل لعائلتي لحتى مخلوق. انا اللي حبيت، انا اللي اختارت. لكن المشكل هذا ديما العائله تقف فيه كعائق. ديما يخفوا العائله، يحبوا يخفوا ما يخفوش امورهم. ما نحكي لك على روحي انا كي نحب حاجه ما يهمنيش في العمر ولا في الشكل ولا كي حبيت حاجه، قلبي ومخي حب حاجه ذيك هي الحياه. ونقول لك حاجه اخرى، هي الممارسه هي اللي من بعد تقول شنو هي معناتها الباز، القدر والاحترام وذيك هو معناتها. فما حتى هو الباز القدر والاحترام، مش فايده في برشا في العمر، فهمت؟ ما دام هو حبته ولا حبها مش عيشه معاه سوفي سي معناتها. يعني هو فرق العمر المقبول؟ الزوز انا بالنسبه لي انا زوز كيف ما فماش فرق ما بين المراه وما بين الراجل. لا المقبول يعني فرق ما بين اكبر منه بعامين بثلاثه؟ فرق ما بين 20 سنه. عامين بثلاثه بالطبيعه. قوي ياسر، اما بالعشرين والعشره هذيك تولي عاد تولي فيها حساب الحياه هذيك. علاش بعض الاشخاص يراو انه العلاقه كي تبدا فيها فارق عمر دونك فيها مصلحه؟ فيها مصلحه بالطبيعه، فما مصلحه في برشا انواع نتاع مصلحه، ما فيها مصلحه ما دام. اما راهو ينجم يكون حب. ينجم يكون حب زيد، هذاك علاش قلت لك انا الباز هو في الحب. الباز راه مش في مصلحه ولا في انتريس ولا في حاجه، بس حب انسان حبه، انسان مرتاح معها راضي. شي منيش تقول لعبيد ولا خالي ولا زيد ولا عمر، انا حبيتها مرتاح عندي بلون معاها باش نعيش اوكي، من بعد الممارسه تو تقول كل شيء وكاو. هذا اللي راه هنا. بالنسبه للتجربه اللي عشتها انت علاش ما كملتش؟ ما كملتش خاطر دخلت العباد، هذه هي دخلت العباد في الوسط وصارت المشاكل، اما ما صارتش مشاكل قويه زيادة، مشاكل حكيتها في رغم. لكن العباد تاثر يعني. تاثر العباد بالطبيعه، عمل يسمع كلام العباد بالطبيعه باش يتاثر بشيتها في حياته. خاصه في الكازين تاع واحد حب واحده ولا واحده حبت واحد. كيفاش تعاملت انت في العلاقه هذه؟ انا عشتها بيان، خاطر انا نعرف كيفاش نعيش كيما يقولوا القوره يو سيكي كير، وانا نعرف شنو نحب من غير ما تقول لي العباد. كيفاش كانت تتعامل معك وهي اكبر منك؟ وقول لي بقداش اكبر منك؟ والله اكبر مني نذكرها معناتها بستة سنين ولا سبعة سنين حاجه، مش بعيده ياسر ياسر، فهمت؟ ما بيان حلوه عجبتني الفاز انا. ستة سنين ما همش برشا. مش برشا وعشنا بيان حبينا بعضنا بيان. ورغم هذا برشا عباد قالوا لك. برشا عباد قالوا لي كيفاش وكيفاش، ما يهمنيش في العباد انا، العالم هذا ما يهمنيش فيه، انا ديما نعمل وناخو نعمل شنو نحب انا.
لكن اثروا عليك قلت لي. اثروا قبل اثروا علي، ما هنا في سايد ما عادش اثر علي حد شيء في الدنيا. يمكن اثروا عليك مع شويه مشاكل بيناتكم؟ ايوه مع شويه مشاكل ما بيناتنا، زادوا حطوا عصاف العجله. مش تكون علاقتكم حلوه ما فيهاش مشاكل والعباد تاثر. و صحيح. كهو. ليش تنصح لي كوبل اللي بيناتهم فارق عمر وقاعدين يسمعوا في شويه كلام منا ومنا؟ اوكي انا ننصح اي كوبل في العالم، في تونس وفي العالم، في مراه حبه راجل ولا راجل حب مراه، ما يسمع كلام حد، يعيش حياته كما هو يحب، هذه الحياه. خاطر تخنقنا في الدنيا ذي باش كل واحد يعيش كما هو يحب، مش كما تفرض عليه العباد. نجم يسمع شوي امه وابوه معناتها ينصحوه شويه، خاطر الام والابوه فرق بعيد ما بين العباد الاخرى، اما يعيش يعمل شي يحب عليه هو، يعيش كما يحب هو. هذا هو فارق العمر، ما عنده حتى مشكل. مشكل باس في العشره والحب، مش مشكله العمر. كهو. فماش مشاكل اخرى هكا؟ ما فماش نو. خاطر الراجل كيكون صغير وياخو امراه اكبر منه برشا، عاده يعني ينجم ما ينجبش. هذيك امور اخرى عاد، من بعد ماني قلت لك فما حساب فما. يعني اسكو تخمم فيها هذه في الزواج ولا؟ لا لا، بس في الحب، من بعد كل شيء يجي بطبيعته. الاغلبيه يعني الوالدين يخموا في الحاجه هذه كي يجيهم ولدهم صغير. هو كي يحب حاجه مش يهمو في الوالدين وش يهمو في العالم، هو حب. وعاده يعني معناها نلقاو الشاب هكا يحب يتزوج باجنبيه اكبر منه برشا، بالحق يعني مراه كبيره. هو حبها واموره، كل واحد حر في حياته، هذه هي باز. يتزوجها ما ينجموش يكونوا عندهم صغار نهار اخر. امورهم ينجموا يستبنوا صغير، ينجموا هو حب، قلت لك الباز في الحب راه مش فايده في الصغير، هو حبتها مرتاحين مع بعضهم، شيمني في العالم انا مرتاح معاك. فهمت الفازه القوه وين؟ تو انت مرتاح معايا وانا مرتاح معاك. من بعد حكيت الصغير هذيا نجموا نسجموا مع بعضنا، نحكي ونعملوا بلون مع بعضنا، نستبنوا صغير، شنو المشكل؟ و... يعطيك الصحة، نخلي لك الكلمة الأخرى، شنو تحب تقول بخصوص الموضوع هذا؟ الكلمة الأخرى نقول للرجال كيما الرجال كيما النساء، اللي يحب يكمل يواصل ويحارب، وتونس تبقى ديما تونس، بلادنا ديما تبقى ديما تونس، الخضراء ديما تبقى بلادنا، فهمت؟ بلاد الجو، بلاد السياحة، بلاد الحب، بلاد الفن، بلاد. نتمنى تونس ترجع لنا كما قبل، أكثر حاجة نتمناها هنا يرجع لنا جونا قبل، يرجع السفساري، الدنقري، المشموم، المزود، الضحكة من القلب، يرجع لنا جونا متاع قبل اللي نعرفوه. معناتها المرأة الزوال يمشي للمرشي نجم يقضي ويروح فرحان، مش كما تو. يهز طرف فلوس يدخل بهم مرشي ما يقضي حتى شيء، معناتها برشا حزن في بلادنا، برشا بلادنا تحس هاك مش هي، مش كيما بلادنا اللي نعرفوها نحن. يعطيك صح. ميرسي.